أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك من يقول إن الكذب المباح ليس محصورا بالحالات الثلاثة المذكورة في النظم، بل يباح الكذب في كل ما كانت فيه مصلحة، مصلحة محضة أو راجحة، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا قول ما هو صحيح، قول باطل. نحن ما نستعمل إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الكذب حرام، فلا نرخص إلا فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاثة فقط، لأن هذه مضمون إن المصلحة أرجح. أما بقية الأمور فربما يظهر لك إن المصلحة أرجح والأمر بالعكس، المضرة أرجح، فلا يجوز الكذب إلا في هذه الأحوال المستثناة في الشرع. نعم.